قضيتنا اليوم تتعلق بشخص رشيد عامل يومي. صحيح انه الشخص هذا عنده سوابق عدليه، لكن حتى شيء ما كان ينبأ انه باش يقوم في ليله من ليالي افريل 2003 بمذبحه راح ضحيتها زوز اشخاص، امراه وراجل. باش نشوفوا في حلقتنا ذي شكون الشخص هذايا، علاش اقترف الجريمه هذه، وكيفاش تمكن من القيام بالمذبحه نتاعو. هو السيد اللي يحكيوا عليه انا هذا هو ديجا صاحب سوابق معناها. هو يخدم غادي كان معروف كيما انسان حاسك باش يخدم لك حاجه تعيط له هاو رشيد. رشيد طلع رجلاس يطلع نسيب مولات الدار اللي كنا نسكنوا عندها سابقا. اللي هي فاطمه القروي الله يرحمها. في يوم 16 أفريل 2003 وقع الاتصال بمركز الشرطة نتاع باردو حوالي العاشرة نتاع الليل. علموهم أنه تم العثور على رجل ومرأة مسنين مطعونين بسكينة في منزلهم. نهار 17 أفريل جابونا زوج وتات فاطمة هي وحسني، قالوا لي وقال اعتداء عليهم بآلة حادة. حسب التصريحات الأولية اللي أدلت بها الطفلة الصغيرة المعينة المنزلية متاع حسني، قالت إنها تشتغل عند حسني منذ ما يقارب 7 أشهر، وإنها كانت متعودة إنها تشوف رشيد يتردد على حسني. رشيد كان إنسان يخدم كما الناس الكل، كما كل دار يكون يجي بعيد لنا يجي عند هنا معروف باش ناخذ امراه نروحها تعرفوا كان باه برما هما الناس كانوا تقعد معناتها باه راي ما يدورش عليه هو ماهوش خليقه ولا فهمتني يبيض ويتفقوا الناس يمشي يجي رشيد ما كانش يدخل ويخرج خاطر خالي حسني كي باغي ما كانش يراه راه قبال بعد غاب 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 وجاء الخالي. نهار قال لك حسني داخل الدار حل في الباب وقالوا عسلي مسيح حسني. قال وينك يا رشيد؟ سنين الله ما رينكش. قالوا كنت في ليبيا. انا مع حسني قديما يعني. قالوا حسني وين كنت؟ قالوا شبيك الغيبه؟ قالوا انا كنت في ليبيا. وهو كان في الحبس ما كانش في ليبيا فهمت؟ كان محكوم عليه هو. كان محكوم عليه ما كان فما عفو. هو خرج في العفو نتاع ديسمبر بون. ظهر هو ولا ظهر رشيد ولد الدار يعرف المداخل والمخارج نتاعها بكل دقه معناها يعرف كل حاجه في فانا بقعه محطوطه. سي نجيب كي تقول لي شنو علاقته برشيد عندك شي فكره؟ والله يعني قلت لك انا رشيد شفته مره دون لي زاني معناها 5 6 ans قبل ما شفتوش ما كنت نصوره معناها خاطر حسني في باردو حسني من سكان باردو صافي 30 سنة يسكن في باردو الناس كل تعرف حسني أنا اليورد في كيس سلم علي بون أنا حاجة ليا عندي أنا حاجة طبيعية أنا مش حاجة جديدة من كم هذاك قال لي هذاك راهو راجل بنت راضية معناها بنت هي جارته هي راضية بنتها فهمت بون أنا عطيتش قيمة فهمت خاطر من حاجة ما تهمنيش ما لحقتش عليه حتى شيء معناها الشخص هذا لاحظت وسامحني بالكلمة إلى لير دان بوغر فهمت باللغة العربية معناها ما عجبنيش هكا هو بون هذاك ما يوليش صاحبي لا غدوه ولا بعد غدوه فهمت انا بالنسبه لي انا نحكي. حوالي 4 أيام قبل الواقع قبل الجريمه جاء رشيد الحسني وطلب منه انه يمكنه مبلغ 15 دينار لكنه حسني رفض على خاطر رشيد تعود انه كل مره يطلب منه الفلوس. في المرة هذيك حسني رفض وطلب منه مغادرة المكان.
لو هارسولي اش يعمل له؟ يقول له تحب نبيض لك، تحب ندهن لك، تحب نعمل لك جنينه. خلي يقول له ليه 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 مثلا، يقول له ليه حتى ولا يقول واحد تعطيني 5000، تعطيني 2000، تعطيني، ويجيه يقول له بربي يعطيني. سي حسني عندكش 5000؟ عندكش 10؟ عندكش 5؟ حتى فد منه حتى نهار قالوا تجد ليبيا وتخدم وكل يا اخي شنو يا اخي ما جبتش فلوس معاك؟ ما قالوا ليه سي حسني نخدم الدول كله وما خذوا لي فلوسي وما فماشي وما وانا ماذا بيا نخدم وكونفويور باري كان قبل كونفويور. جاء الخالي وقت يعرف خالي خالي راني بطال وراني ما قاعد وما قالوا خالي كيفاش معناتها انت ما معناتها قالوا معناتها انت كنت في ليبيا ما عندكش فلوس وكل شيء. قالوا راهو سي حسني قصدتك لازم تعطيني شويه فلوس ندور بهم دولاب وكذا. ولا خالي شاك فوا يدخل الدار تجي طفله تقول له خالي جيب شي يرتاح، تقول له طفله صغيره مش فافا تقول له بابا راهو رشيد جاك، يقول له توا راقد ما تحلوش الباب. يجي بعد ساعتي دق الباب معناها الا تي معناها الا في دلوداس معناها يجي يحب يحلوا له الباب. يقول له تقول له خالي يقول له معناها يقول لها خالي لا خالي ساعات يخرج يرجع مره اخرى يرجع له يا سي دو سويت معناها الحكايه دامت حكايه يمكن جمعه قبل ما يموت خالي. بعد 4 أيام وتحديدا يوم الواقعة رجع رشيد في الليل مع حوالي 8:30 دق الباب. البنية لطيفة كي نقز الناقوز حلت الروحات طلت قالت له راهو رشيد جاك. قالها اش يعني مهنة نفرش في التلفزة؟ قلوا ما جاش جوني. قالت له هي من الواحد راهو ما وشوني دهر يجي نفس ساعة ورجع نقز. كي رجع نقز ظلت البنية مرة أخرى. حسني مازال باش يسمع الاخبار ونقوز نتاع الباب الحديد نقص. شكون حلت الباب؟ طفله صغيره حلت الباب. هو عنده عاده 8 يتسكر الباب. 8 يسكر الباب. هو مازالوا في 7:30 هو الكريم صارت 7:30 7:07 الوقت هذاك صارت الكريم. والسيد يعرف عاداته خاطر جاي قبل 8 معناها السيد هذا قاري وقت حسني ويعرف عادات حسني. الضحية وحل الباب لرشيد. جاي رشيد وتعلل له انه ضيع رقم الهاتف اللي عطاه له حسني باش يمكنه من العمل. قال له بربي سي حسني عاود اكتبه لي راني ما لقيتوش. قبل حسني ودخل الدار باش ياخذ قلم وورقه ويعاود يكتب رقم الهاتف لرشيد. قالوا خلي جا نعاودك او نعطيك بديسة تبعوا بعد البيت بتاعه مش عارفين فكتب بيها خالي بيها مش يدور ضربوا بسكينة ضربوا سكينة براتيكمون في سد في سد ضربة ديريكت بروتون اوتوماتيكمون ضربة لأنه دم ياسر و جبد الكلبة وجبد الستيلو باش يكتب له خرج سكينة ضربه تو تايتي فهمت المجام بالذمة بلاش. We'll be right back.
بن حسني زود ربيت جاهم قدام، واحدة الفوق واحدة لوطة، وخاصة ضرب الجرح الأعلى مس الرئة ومس القلب خاصة وشريان العورت، دونك هذا يؤدى نزيف كبير ياسر بسرعة، ضحية تفرغ من الدم ما تمشي فرغ من الدم. والجرح الثاني أسفل الصدر ومس الصدر والديافراغم مس الصفاق والبطن كذلك، لكن أقل خطورة يعني من الجرح القرني. ما كان حسني باش يهرب ويمشي في الكولوار إلى أنه انهار قدام بيت الاستحمام. الطفلة كذلك راتك المنظر هربت دخل الكوجينة. سيب حسني طاح في القاع على حسب كلامه، هو يقول يا خواتي جريوا لي، فهمت؟ من بعد سيب مشى غادر حسني ومشى للطفلة، شد الطفلة حسب كلامه زادة خنقها إلى فولي معناها لتخونجلي إلى فولي معناها يقتلها، حاب يقتلها. يقتل حسني في الكولوار ومشى الكوجينة. فوالا مشى الكوجينة باش يقتل الطفلة، أنا على أساس يقتل الطفلة خاطر في 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 عقله للطفله وفاطمه في الكوجينه، خاطر يعرف وقت فطور وقت عشاء بيتو وقت عشاء معناها الناس كلش كوجينه. الوقت هذاك سمى طفله عمرها 11 سنه اللي هي اسمها لطيفه، جاء باش يكمل عليها قلت له يا عم رشيد راني خاتيني مانيش تابع على الحكايه، قال لها اقعد بحظه الفريجيدير غاديك ونسمع بيك هربت ولا حاجه نقتلك. هذيك بالذات تسمع فاطمة تحاول انها تحل الباب القدامي متاع الدار، سيب الطفلة صغيرة وخلت يجري ورا فاطمة. في نفس الوقت قاعدة تسمع زي فاطمة تسمع في حس منعرفش عباد تتعارك مع بعضها، كي جات تل تلقى عم الحسني طايح في القاع والسيدة زي عنده سكينة كلها دم، حبت تجري للكوجينة ما نجمتش، حاولت حتى لين وصلت. كي سمع حس الباب، الباب نتاع فاطمة حلت الباب، فاطمة كانت في بيت القعاد، ما أنا بيت القعاد اللي هي على اليسار تقدر تدخل، تدخل الباب على اليمين، على اليمين بيتو على اليمين. ما راهاش معناها ما راهاش خاطر وقتها فطور، معناها وقتها بيتو وقتها عشاء، معناها ما نجمش تكون فاطمة في البيت القعاد، نساها. كي سمع حس الباب سيب الطفلة ومشى لفاطمة، مشى يجري لفاطمة، وفاطمة مرة كبيرة فهمت، معناها أنا با يو لو تون معناها دوفيغ لا بورت. جات باش تعيط، تقول مش تتعيط، حاسين الدورة كاملة تسمعها، ينجموا حتى ينجزوا في الدار الكل تغيرها من تالي، تقول لك نمنعشي، حابه تحاول تزيد تعيط مرة أخرى، يدورها أنفاس ويعطيها يحللها كرشها كاملة. فاطمة لقينا زوج جروح على مستوى الصدر، جرح من قدام وجرح من تالي على اليمين، جرح عنده الخاصيات بتاع جرح بآلة حادة ثاقبة وحادة كيف السكينة مثلا، قمنا بتشريح الجثة ولقينا للجروح هذه الجرح اللي من قدام مس الرئة وأعضاء في الصدر عند النزيف، والجرح اللي من تالي مس البطن
مس الكبد خاصة أنه أدى النزيف على مستوى البطن. زوج روح هي قاتلة أول حاجة. ثاني حاجة كونه ما لقيناش جروح أخرى بتاع الدفاع، يعني ضحية ما حاولتش باش تدافع على روحها، دونك وقع ضربها على غفلة، يعني فهمتني بصفة عامة ضحية تحاول باش تدافع على روحها تشد السكينة ولا كذا وتخلي جروح الأيدي ولا كذا، ما لقيناش علامة الدفاع، دونك فما العملية صارت على غفلة ولا بسرعة كبيرة، فهمتني؟ دونك على مستوى الصدر على اليمين تاع اليمين بصفة عامة، إذا كان الجاني يبدأ مقابل الضحية فخاص تعمل يده لوجيك موت، خاص تعمل يده اليسار. في اللحظة ذيك تمكنت الطفلة الصغيرة، انتهزت الفرصة انه منهمك في قتل فاطمة وهربت من باب التريدي متاع الكوجينة. الطفلة ألا بخفيتي هربت من الباب متاع الكوجينة، خاطر فما باب كوجينة اللي حسني سكره كان في بعد الثمانين. البنية هربت، جات باش تحل الغان، جمل جمل تحل، مشات ربثت خلطت عليها، وقفت قدام الفريجيدار مسكينة، لبثت قدام الفريجيدار ما نعرفش كيفاش دار هو بالدايرة اللي دار هكا، ربي يرسلها نجمة تحل الباب وهربت. فيما يخص خديمة صغيرة وقع هربوها من الجار اللي بجنبه، فهمتني؟ البريود هذيك أنا قاعد فوق السطح شوف في واحد يجري في يده سكينة بالدم والطفلة الصغيرة، الطفلة تعيط وتجري. حسيرو ما نعرفش اليوم نزايا كيفاش هبطت من السور واختفت، هزيتها فوق كتفي ونقزت مي في نفس الوقت، اعطاها شحته في يدها. هي تجري هو يجري ونقزت محيط هذاك اللي هي نقزت الاسكا اسكا لدي عمير، راهو مش بالسهل كما جاتش خفيفه والروح بالروح وترميت في دار الجيلي. عاد فما واحد يعرف خويا، يعرف ولدي بلوتو، يعرف دار، يعرف راضية بنت اختي، يعرف بنت اختي، عمل تليفون لبنت اختي وقال لها، قال لها روح في دار حسني فما خوذة كبيرة بوليسية واقفة ودراش فما، تعمل تليفون راشد يهبط من المرسى كاهو. كنا عاد سمعنا سيدي زلزال في العائلة، زلزال في العائلة جي. ومن هنا انطلقت الأبحاث وأصبح رشيد جلاسي المطلوب رقم واحد في الجمهورية التونسية. بدأت الفرق والوحدات المعنية تتحرك وتثبت من هويات الناس، لكن كان ذلك بدون جدوى. أما يوم 16 أوت بالتحديد 4 أشهر بعد وقوع الجريمة، وقع القبض على شخص في مدينة صفاقس بتهمة التحيل، والشخص هذاك وقت اللي أدلى بهويته قال إنه اسمه عبد المجيد ذفلاوي، لكن عون الأمن شك فيه وتحول بالفور إلى منزل زوجته عواطف وطلب منها الهوية الكاملة للشخص الموقوف، فقالت إنه اسمه رشيد جلاسي قاتل باردو. وقت يهرب ما نعرفش، قالوا وقتها مشي لقليبيا ولا دراوين مشي، ومن بعد فركسوه وبعد رجع لصفاقس، وفي صفاقس عاد صارت هالسرقة هذه وتشد. بعدها بستة شهور أنا قاعد في الدار وجاءت خبر اللي السيدة زي شدوه في صفاقس. في صفاقس فما صارت مش جريمة، صارت سرقة كبيرة في صفاقس في أوت
عملوا رافل في رافل في سفيق سبوت تشد من جملة الناس على حسب ما يحكي. وقال واحد من الشرطة شبه عليه في مختار وقت يبدأ مجرم تصاوروا بدأ معلقين في من سون بلاكاردي في مركز الشرطة يقولوا ما أنا تشبه عليه واحد شرطي ما قصرش ما أنا فهمت علم عليه فهمتوا حصروا وشدوه فهمتوا ما أنا طوميو كان مروح ليبيا قالوا كنت ماشي ليبيا كان هارب ليبيا فهمت شد برازال فهمت. حسب الأقوال الأولى اللي أدلى بها رشيد وقت اللي وقع القبض عليه قال إنه كانت تربطه علاقة جيدة بالضحية حتى إنه كان ديما يتردد عليه وديما يزوره في منزله حتى إنه العلاقة هذه تجاوزت 20 سنة. وفي يوم من الأيام أسبوع بالتحديد قبل الواقعة قبل الجريمة تحول رشيد صحبة زوجته عواطف باش يزوروا حسني في منزله لكنهم ما لقاوش حسني في الدار اما لقاو فاطمة واقفة قدام الدار. وحسب اقوال رشيد كانت فاطمة لابسة 6 فراد ذهب الشيء اللي جلب انتباه زوجته عواطف من بعد ما غادروا المكان ثنية كاملة وعواطف تطلب من رشيد انه يسرق الفرادي قالت له مهمنيش فيك تتصرف تقتل تسرق تخطف انا مهمنيش. حسب رشيد الشيء ذي ضغط عليه وخليه تخامره في مخه فكرة انه يسرق الذهب باش يرضي زوجته عواطف وباش يتفادى الطلاق وباش تزيد عواطف تضغط على رشيد توجهت إلى مسقط رأسها مدينة مكثر وقالت لزوجها مانيش مستعدة باش نرجع معاك لتونس إلا ما تمكنني من 6 فراد ذهب. حسب قويد رشيد حولت عواطف إلى مدينة تونس من غدويكا ومشيت إلى منزل أختها في بن عروس وين تلاقى رشيد وزوجته وقعدوا يخطوا كيفاش باش يسرقوا الذهب. وفي يوم الواقعة تحولت عواطف صحبة زوجها في الليل مع الساعة تحديدا 8:30 متاع الليل إلى منزل حسني وفي مخهم كيفاش باش يسرقوا الذهب متاع فاطمة. وللغرض تسلح رشيد بسكينة وخبيها في حوايجه ادخل رشيد وخذي رقم الهاتف من عند حسني وخرج لأنه حسب أقواله ما كانش عنده شجاعة الكافية أنه خرج السكينة ويهدد بها حسني ويتمكن من الذهب. We'll be right back.
لكن يلقى زوجته بالمرصاد. لمتوا عواطف وقالت له راهو إذا كان ما تقومش بالعملية هذه اليوم راني أنا باش نطلق. وبالفعل عاود رجع رشيد الحسني وقال له راني ضيعت نمبر الهاتف اللي عطيتهولي، بربي عاود اكتبهولي مرة ثانية. وفي المرة الثانية كان رشيد عنده سكينة في حواجه مخبيها، مد السكينة وقت اللي كان حسني منهمك في كتابة الرقم، مد السكينة وضربوا بها، ضربوا المرة الأولى، لكنه حسني هرب وحاول أنه يخرج من باب التلاني، خلط عليه رشيد وضربوا بضربة ثانية. في الفترة هذيك سمعت طفلة تصيح ولقى فاطمة كيف كيف هربت من باب القدامي وحاول باش تهرب، خلط على فاطمة وقتلها باش يمنحها من الهروب. في اللحظة ذيك دخلت عواطف ردتها مذهب بمتحها وقال شوف ما قتلتش الطفلة صغيرة، لكنه قالها أنا ما شفتهاش، خرجت هربت. في اللحظة ذيك حسوا اثنين بالخطر واللي الطفلة ذيك تنجم تطلب المساعدة، هربوا وغادروا المكان. ورجعت عواطف لمسقط رأسها في مكثر باش تتخبى، في حين أنه رشيد بقى في تونس من بعد فترة وقال قبض عليه في مدينة صفاقس. مجرم الحقيقي قال أنا دايركت عملت تليفون لصاحبته في 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 راس الجبل وحطوه في ليكوت، ما نفهم الشرطه حطته في ليكوت ظهر لي لوجور ميم ولا لوندما، فما كوميونيكاسيون قال لصاحبته قالها المراه ماتت، معناها يسال فيها معناها المراه بارامون ماهوش سير اللي تقتلت هي ماتت، معناها وقت انسان مجرم ديجا قتل روح وزيد ينشد على مراه تقتلت ديجا ويجي ينشد صاحبته يقول لها اسكو المراه ماتت، انا فما غموض. أنا سيفري مش وحده، دار هو قال أنا حسب كلام قالك بعث جواب للوكيل الجمهورية وقال راني أنا مش أنا مش وحدي مش وحدي. بعد عاد كيف عملوا البحث وجدوه فما كاميونة صاحبته تستنى فيه بالكاميونة البرة باش يفرغ الدار، عاد ويعمل كرناش في الدار ويفرغ الدار ويدخل. ثم في مرحلة ثانية قام رشيد بتغيير أقواله مرة أخرى، قال إنه يوم الواقعة توجه هو زوجته عواطف في المنزل حسني حتى يتمكن باش يسترجع دين كان يسير الحسني هو مبلغ 15 دينار. توجه للمنزل فتحت لهم الباب الخادمة، دخل وحده وطلب من حسني إنه يمكنه من مبلغ 15 دينار الدين اللي سيره له، لكنه حسني اشتم عليه رائحة الخمر فانفعل وتغشش وطرده قالوا اخرج عليا. وقت اللي وقعت المشادة بيناتهم كان فما هناك سكين موجودة فوق طاولة، خذاء حسني السكينة وهدد بها رشيد وطلب منه الانصراف، لكن حسب أقوال رشيد وقعت مشادة بيناتهم وافتك السكينة من حسني وطعنوا بها حسب أقواله دفاعا عن النفس. لكن حسني هرب ودخل الدار ومشي للكولوار ونحى السكينة من صدره ونهار قدام بيت الاستحمام. في اللحظة ذيك جاتك الطفلة صغيرة تصرخ وطلبت منه انه يخليها تعيش انه ميقتلهاش، فطمأنها رشيد على حسب اقواله وقال لها مش نعمل لك حتى شيء، برا امشي على روحك ادخل الكوجينة. لكنها الطفلة صغيرة
انتهزت الفرصة وخرجت من باب التليني متاع الكوجينة وهربت. وقت اللي تلفت رشيد لقى فاطمة هارب من باب الأمامي متاع الدار، لكن ما راعوا انه زوجته عواطف كانت متواجدة ودخلت والتقطت السكين من القاع وقتلت بها فاطمة. طعنتها طعنة الأولى في ظهرها، ثم دورتها وعاودت طعنتها طعنة الأولى في قلبها حتى كشي تتأكد من وفاتها. ثم قامت بنزع الذهب اللي كانت لبسته فاطمة، ثم هربوا الاثنين من الدار. فرش في الأفلام معناها سيت اون سين دو سين دو كريم تاع فيلم، فهمت؟ وسينجيب هو الموتيف معناها الدافع اللي ارتكب الجريمة، عندك شي فكرة؟ والله الدافع الدافع هو السرقة، خاطر السيد هذا كان في الحبس وبطل ما يخدمش، وواحد بطل ما عندوش فلوس ومطلق وعنده مشاكل مع زوجته القديمة، ولقى فرصة لحسني دخلوا للدار. وحسني عنده الفلوس، حسني ماهوش فقير، انسان غني، حسني معناها تبارك الله خلى باتريمون كبير، فهمت؟ معناها فهمت وماهوش متزوج، ولهذا سيدي لاحظ اللي فما فلوس لاحظ قوي لاحظ حسني خاطر يوري حسني بدا تقعد معاه في الساره يقول لك هذيك شريتها من مثلا هذيك شريتها من تركيا، هو يسافر تبارك الله يسافر برشا، التابلو هذاك شريته يقول لك حتى السوم، هذه الغلطات اللي عند حسني، يقول لك التابلو هذا شريته ب 450 وما يكذبش. حسني خلى تبارك الله خلى في كل بنك خلى فما بنوك عرفناهم من بعض، فما دي بنك عرفناهم بعض تاع حسني، فما بنوك انا نعرف بون نعرف تركات بنك تاع من يحط فلوسهم، فما بنوك نعرفهم من بعض، ما انا حسني ما خليتش مشاكل. معناها هي جوست سرقه السرقه لا فما بونتوات ولا فما سرقه، ونجم جو بو ميم نفسر نعطي حتى تفسير. الناس طيبه حسني، السيد هذا الى بروفيتي بالاجونتيس تاع حسني، نجم نقول لك يسي ادابتي معناها راجل يجي خاطر نهار تجري ما جاش ربقه وحده. في نهاية الأبحاث وقت اللي تولات دائرة الاتهام القضية، صرح رشيد جلاسي بأقوال كانت نجم تغير مسار القضية. قال إنه كان يشكو من مرض نفسي، لكن إمكانياته المادية ما كانتش تسمح له باش يداوي، وهو الشيء اللي خلاه يقترف الجريمة بحيث إنه كان غير مسؤول عن أفعاله، الشيء اللي خلى المحكمة تكلف خبير أخصائي في الأمراض النفسية باش يكشف على رشيد ويحدد مسؤوليته من عدمها. دكتورة عيسى كانت هي الطبيبة النفسية اللي كشفت على القاتل، لو كنت تحكينا كيفاش تم تكليفك وكيفاش قمت بالاختبار هذا؟ تم تكليفي بإذن من سيد حاكم التحقيق، إذن كتابي وصل لي للعيادة ومعه معناها ورقة فيها معناها إمكانية أني ندخل للسجن باش نتقابل مع المسجون المتهم. وقت اللي شفته حكيت معاه وسألته بعض أسئلة على الجريمة، ومعناها وفي كلام وكانت الأجوبة معناها أدبتي معناها متماشية مع الأسئلة، ومعناها ما كانش عنده حالة هذيان ولا حالة هلواس ولا عنده هلاوس بصرية أو سمعية، ما كانش فما خلل في التوجه في الفضاء ولا في الوقت. فمعناها قمت بفحصه بفحص نفسي مدقق، ومعناها وتبين لي من خلال الفحص هذا اللي هو معناها في كامل مداركه العقلية واللي هو مسؤول عما فعل. شنو ممكن الدوافع اللي خليت الشخص هذا يتحول من متحيل صغير ولا من سارق إلى مجرم قام بذبحة كانت في ضحيتها زوز أشخاص؟ قد يكون معناها عامل طمع، معناتها هو مشى للعائلة هذه اللي هي عائلة ميسورة وظروفها باهية وطلب منهم باش ياخذ معناها مبلغ مالي، فكيف رفضوا معناها بادرتوا فكرة القتل ومعناتها وقام تنفيذها. كانت هذه آخر فرصة للقاتل رشيد أنه يتهرب من سيف العدالة، لكن سيف العدالة كان أقوى وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكان في تصريح من تصريحاته قال قولة: أنسى باب الطمع ينساك باب الفقر، لكنه تناسى قولة أخرى: يا قاتل الروح وين تروح؟